نتابع في نشرة الليلة إلى خبر آخر. بعد أن وصل أو لامس عدد المصابين حول العالم قرابة 2.5 مليون مصاب، وبعد أن ابتعد شبح الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين عن الأضواء، أشعل انتشار فيروس كورونا فتيل أزمة جديدة بين القوتين العالميتين، دفعتهما إلى تسييس الأزمة وتراشق الاتهامات وبث الشائعات التي تخدم مصالح كل طرف على حساب الآخر. الكاتب عماد المدافر في موقع كيو بوست سلط الضوء على هذا الصراع في مقال له، نتعرف عليه مع الزميلة غوا. إليك. دعنا نتابع إذن عبد العزيز ومشاهدينا في هذا الموضوع. إذن تخطت أزمة فيروس كورونا الجانب الصحي كما بتنا نعلم جميعا لتصل إلى أروقة السياسة والمصالح الدولية، وهو ما يتجلى في الحرب الدعائية والكلامية أيضا بين كل من الصين والولايات المتحدة مؤخرا. يستعرض كاتب المقال إذن الحملة الدعائية الأمريكية هذه التي تضمنت توجيهات للمسؤولين بالتركيز على ربط الوباء بالصين وترسيخ مسمى الفيروس الصيني أو فيروس ووهان بدل الاسم العلمي. الإدارة الأمريكية وظفت الاستراتيجيات الدعائية ضد الصين، حيث وجهت لها الاتهامات حول تقديم معلومات مضللة حول طبيعة هذا الفيروس وطريقة انتقاله وأيضا عدد المصابين به، هذا بالإضافة إلى القول بوجود ما أسمته مؤامرة صينية وأن الفيروس تم تصنيعه في مختبرات معهد علم الفيروسات في ووهان وخرج عن السيطرة نتيجة أبحاث حول الحرب البيولوجية. الصين ومن جهتها مشاهدينا واجهت الحملة الأمريكية بحملة مضادة، حيث اتهمت الخارجية الصينية أفرادا من الجيش الأمريكي بأنهم هم وراء انتشار كورونا في ووهان خلال زيارتهم إليها في نوفمبر الماضي. ويتابع الكاتب القول هنا إن الاستراتيجية الصينية المضادة تقوم على تفكيك الادعاءات الأمريكية وصولا إلى توجيه اللوم للخصم، ونجد ذلك واضحا عندما نفت الصين ما ينشر حول تصنيعهم لفيروس كورونا، متهمة واشنطن باتباع شائعات ونظريات المؤامرة. ويخلص المقال هذا إلى الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم اليوم والتي تتطلب تعاون الدول الكبرى لإدارة المشكلات معا، هذا في ظل تكهنات عديدة حول تداعيات هذه الأزمة وأيضا آثارها المستقبلية على النظام العالمي الحالي.